اطردهم في 5 خطوات بسيطة. هل قد وجدت الموقع المثالي لبناء مشروعك الجديد؟ ولكن ثمة من يعيش هنا. لا تقلق، بكل بساطة اتبع الخطوات 5 التالية في هذا الدليل وسيصبحون خارج منازلهم قبل أن يقال بأن ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان. الخطوة الأولى، أعلمهم بالأمر، قل لهم أنه يتوجب عليهم المغادرة فورا. لا تزعج نفسك بالشرح أو الاستفسار عن وجهة نظرهم، فقط قل لهم أن يرحلوا. الخطوة الثانية، تحايل عليهم، ادعي أن لا قيمة لمنازلهم وعرض عليهم مبلغاً بخساً من أصل القيمة الفعلية لبيوتهم. لا تفاوض أبداً مهما كان الأمر. الخطوة الثالثة، هددهم، حاصر منطقتهم بالمرتزقة أو بالشرطة المسلحة، وخلال هذه العملية اقطع عنهم التغذية بالطاقة الكهربائية. تصبحون على خير. الخطوة الرابعة، هاجمهم، اضربهم بالعصي أو احرق منازلهم. قم بما تجده الأكثر عقلية. الخطوة الخامسة، اطردهم، حملهم في الشاحنات وارمهم في مكان بعيد. إلى اللقاء يا شباب، سررنا بمعرفتكم. إذن هكذا يتم طردهم بالقوة ب5 خطوات سهلة للغاية، وكما ترون الخطوات فعالة.